اللي جاي لصلاة الفجر قبل الأذان بنصف ساعة، مثل اللي مصلين قبل الدوام بربع ساعة، هل هذا إيمانه كإيمان ذاك الذي إذا قيل له اتق الله فاضت عبرته وفي وجهه نور وإخبات، كذاك الذي يتقوى بمعصية الله بالعافية التي جمله؟ أفرق؟ هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ في واحد يقول أبي ينبسط سولف علي، وفلان يوم بغى ينبسط أخذ المصحف وجلس في الركن يقرأ القرآن وتصيبه عبرة في خلوة فيحرم الله وجهه عن النار بتلك الدمعة، عينان لا تمسهما النار. فرق بينه وبين واحد يبكي لأن السيارة الجديدة انصدمت، أو امرأته الجميلة طلقت أو خلعت، فرق